أهلا بكم في برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي. يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة أو من خلال رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. في ظل استمرار الأزمة السياسية في العراق بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، تستمر الاتهامات بالتبادل بين الطرفين عبر التغريدات والتسريبات. ففي مقطع مسرب يظهر فيه فالح الفياض الذي يرأس هيئة ميليشيا الحشد في لقاء سابق قبل سنوات مع مقتدى الصدر، يتحدث فيه الفياض عن عدم إمكانية إطلاق سراح المقاومين للاحتلال الأمريكي، ويبين للصدر بأن في عقيدتهم يستوجب قتل بعض أبناء السنة من المقاومين المعتقلين في السجون بدل إطلاق سراحهم. دعونا نتابع هذا المقطع الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي في العراق. من طرف المقاومة سنة شيعة ليش لحد؟ لا احنا سيدنا اسعى على اطلاق سراحهم كلهم، بس هذه المشكلة ويا الامريكان كقوة موجودة. هسه قلت لك اخت المفاوضات وياهم انه احنا هذا ملف لازم نستلمه، بالعكس من عندنا من اخواننا من اعز اخواننا من مؤسسينا حد كاظم ابو زينب، هسه كتار ياهم عليه احنا. شنو الحل؟ شنو يعني؟ الحل هسه الملف بدا ينحال علينا. خلي يتحققون وياهم؟ يس نعم يتحققون، وحتى اذا عليهم قضايا معينة احنا نستلمهم، احنا نتفاوض وياهم مو الامريكان. أما بالنسبة للمعتقلين اللي من أبناء السنة ولا سنفين، هذول قسم منهم هو بعقيدتنا وبشرعنا لا يتحق القتل. الأمريكان بقي معتقل وصالنا وحاكم عيلة أبدا، إحنا شو نساهم بيطلق سراحة؟ نحن طايح دق بالشيعة. نعم بالسجون طايح دق بالشيعة. أي سلفية تكلم بالشيعة بالسجون. أما سيدنا اتجاه التيار نقصد المقاومة الشريفة يعني. نعم. المقاومة الصحيحة مو اللي تقتل المدنيين والمخخصات يعني. أما سيدنا صاروا نادرين يعني، هاي أوساط الشيعة أكو بالتيار الصدري بهذا، بس ذولاك ما حتم يعني دمنا يعني لو كان أكو. طبعا وين في فالح الفياض بأن من قاوم المحتل في العراق في تلك السنوات ليسوا موجودين أو قليلين جدا، وهذا ينافي الواقع والحقائق القريبة. دعونا نذهب إلى ملف آخر في إطار حرب التغريدات بين التيار الصدري وبين الإطار التنسيقي. قال موقع ميدل إيست آي بأن تسريب يتعلق بمعلومات عن صفقة سرية هو الذي تسبب في اشتعال الأزمة السياسية الحالية في العراق. ونقل الموقع البريطاني عن مصادر مطلعة بأن الصدر اكتشف بأن مجموعة من قادة الإطار التنسيقي توصلوا إلى اتفاق يحقق لهم السيطرة على وزارات وهيئات حكومية رئيسية بعد تشكيل الحكومة الجديدة، بما يشمل وزارات الداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب وجهاز المخابرات وشركة تسويق النفط سومو وغيرها من المناصب. وهو ما دفع الصدر إلى الإعاز لأنصاره باقتحام البرلمان. وأكد موقع ميدل إيست آي بأن الجوهر الحقيقي للمواجهة الحالية والصراع المحتدم بين مقتدى الصدر وبين قوى الإطار التنسيقي يتعلق بمغانم المال وتوزيعها. وأشار الموقع البريطاني إلى أن مشاهد التظاهرات يوم الجمعة الماضي في المنطقة الخضراء وحولها بين أنصار الصدر وأنصار الإطار التنسيقي كانت بمثابة استعراض للقوة من الجانبين. وفي رد على تغريدة سابقة لحساب محمد صالح العراقي وزير الصدر وصف فيه كتلة صادقون بالكاذبين، ورد عدد من قيادات كتلة صادقون ومنهم عدنان فيحان وعلي تركي بتغريدات ترد التهم وتبعد عنها ما نسب إليها من فساد، كما وصفتها تغريدة محمد صالح العراقي المقرب من مقتدى الصدر، متهمين التيار الصدري بالفساد ومحاولة تشويه سمعتهم. دعونا نتابع هذه التغريدات في سياق حرب التغريدات. يقول عدنان فيحان: الصادقون صادقون الوعد ثابتون على العهد. يقول: لن نجهد أنفسنا كثيرا بالرد على من رمتني بدائها وانسلت، ولا نحتاج إلى التوضيح لأن شمس الواضحات لا يغيبها غربال التغريدات. وكما قالوا: عندما تأتيك المذمة والتجريح من منافس اعلم بأنك أتعبته وأوجعته، أما بخصوص الكبير
يقول قيسنا، فهو يقصد قيس الخزعلي، فهو أخا ممهدا شيخا حسينيا قائدا للانتصار رمزا وطنيا. تغريدة أخرى من قيادات العصائب يقول فيها الناب علي تركي الجمالي: الصادقون صادقون الوعد، يقول نحن الصادقون قولا وفعلا، من حساب معروف إلى حساب وهمي، يصف حساب محمد صادق أو محمد صالح العراقي وزير مقتدى الصدر، يقول صدقت وكذبت، صدقت وهو كبيرنا الذي يسير بنا ببصيرة العارف الخبير الذي اعتزلكم بعد أن رأى الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه، وكذبت حينما تكلمت بهتانا على من ضحى بالنفس والنفيس ولم يكن معكم شريكا في حطام دنياكم وسياستكم الفاشلة الفاسدة، فأصبحتم للمجاهدين خصوما تحاولون تسقيطهم بالفساد الذي أنتم فيه غارقون، لذلك سيكون طرحنا القادم مفصلا للفساد والفاسدين. هذه تغريدتين من قبل زعامات في ميليشيا العصائب ونواب في البرلمان من كتلة صادقون التابعة إلى ميليشيا العصائب. طبعا صفحة صالح محمد العراقي غررت من جديد اليوم، ووصف بها وزير الصدر، وصف قادة الإطار التنسيقي بالثالوث الإطاري المشؤوم في إشارة منه للمالكي وقيس الخزعلي وعمار الحكيم، دون أن يذكر ذلك صراحة لأنهم هم من يعارضون الإصلاح على حد وصفه. الثالوث الإطاري، وقد وجه زعيم التيار الصدري من خلال هذه التغريدة التي غرد بها وزيره كما يسمى رسالة إلى الكتل المنضوية في الإطار التنسيقي، مطالبا إياها بكبح جماح ما وصفه بالثالوث الإطاري المشؤوم، وقال بأن هذا الثالوث يلعب بالنار، وقد يكون من صالحه تأجيج الحرب الأهلية في العراق من خلال الاعتصام مقابل الاعتصام أو المظاهرات مقابل المظاهرات، متهما إياهم بالخروج على الشرعية التي يزعمون أو التي يزعمون الدفاع عنها. وأكد بيان الصدر بأن هؤلاء لا يريدون إلا استمرار حكمهم الفاسد حتى ولو جعلوا من أنصارهم حطبا من أجل مكاسب أحزابهم وتجارتهم ودولتهم العميقة. هذه التغريدة من محمد صالح العراقي وزير القائد، التي هاجم فيها ما سماه الثالوث الإطاري المشؤوم واتهمهم بإثارة الفتنة في ذلك. طبعا قيس الخزعلي ومكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على حساباتهم نشرت تغريدات، ودعت هذه التغريدات إلى التهدئة في ظل ما أطلق عليه العراقيون على منصات التواصل الاجتماعي بحرب التغريدات وعدم دعوا إلى عدم تبادل التهم والتشهير بالآخر، بينما ميليشيا كتاب حزب الله في العراق أعلنت نشر قواتها لحفظ السلم الأهلي كما قالت. هذه تغريدة لقيس الخزعلي يقول فيها: الأخوة والأحبة جميعا، السلام عليكم، بكل صدق أقول لكم وبكل إصرار أطلب منكم التوقف فورا عن المناكفات أو أسلوب التصعيد والتنابز، نبقى جميعا أخوة ويبقى عدونا واحد، فالتصعيد والتوتر والتأزيم لا يخدم إلا مصلحة العدو المشترك الذي يتربص بناء الدوائر. يقول: نعم، من حقكم أن تدافعوا عن أنفسكم وتدافعوا وتدفعوا الشبهات عنكم، ولكن هذا لا يعني مهاجمة الآخرين أو التكلم ضدهم. ولنتذكر جميعا قوله تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. تغريدة أخرى لمصطفى الكاظمي رئيس الحكومة في العراق كذلك دعا إلى التهدئة، وقال فيها، طبعا هو دعا إلى اجتماع يوم غد تجمع الزعامات السياسية في بإدارته، قال: من أجل إيجاد الحلول للأزمة السياسية الحالية والانغلاقات الراهنة في نطاق الدستور وعلى أرضية المصلحة الوطنية العليا، ربما يسهم في تهدئة التصعيد الحالي وإيجاد بيئة مناسبة للحلول السياسية والدستورية، وبما يصب في تحقيق
تطلعات شعبنا. وقال في هذا الصدد: أدعو كل الأطراف الوطنية إلى إيقاف التصعيد الشعبي والإعلامي ومنح المساحة الكافية للطروحات الوسطية لأخذ حيزها في النقاش الوطني. إذن مع التصعيد هناك دعوات للتهدئة. طبعا تفاعل العراقيون على منصات التواصل الاجتماعي حول حرب التغريدات كما أطلقوا عليها، ومنهم من غرد على تويتر قائلا في هذه التغريدات: دعونا نتابع. ريم تقول: قيس والمالكي والحكيم رأس الفتنة، وكل دم راح يسقط هو بسبب تبعيتهم وفسادهم ومصالحهم. الشعب رفضكم والناس ملت منكم ومن فسادكم الثالوث الإطاري المشؤوم. حسن يقول: يحاول الإطار جرء التظاهرات السلمية إلى المواجهة المسلحة كما فعل في تظاهرات الغربية عام 2013 لتهديم محافظات الجنوب، كما هدم محافظات الغربية عندما استفز مرارا وتكرارا وبطريقة قذرة كما أسمى حسن المواطنين المتظاهرين. يتبع يقول: وختامها بإدخال تنظيم داعش الإرهابي إلى تلك المحافظات لتقدم ميليشيا الإطار أو ميليشيات الإطار لاحقا نفسها كمحررة لهذه المحافظات التي هدمتها وخربتها أحزاب الإطار نفسها، لكن لن يفلح الساحر من حيث أتى. تغريدة أخرى من عمار النعيمي يقول: وزير الصدر يمتدح شيخ الإطار العامري ومسؤول الحشد الفياض ويقول عقلاء، يقول لعد من طيح الله حظ هيج إصلاح، وهذا دليل بأنها مو ثورة على النظام وإنما مصالح شخصية. الصحفي العراقي حسين دلي غرد وقال: انتقلنا من حرب التغريدات إلى حرب التسريبات بين الصدريين والإطارية. الصدريون يسربون صور فرهود مصفى بيجي لجماعة قيس الخزعلي والتي انتشرت يوم أمس، والولائية يسربون مقطع موافقة مقتدى على ذبح السنة بلقاء فالح الفياض، والقادم يقول أدهى وأمر، يقول هس الكل يدعو للتهدئة بعد الفضائح، رغم أنهم ما خجلانين من كونهم علاسة أو حرامية. إذن في إطار حرب التغريدات والمقاطع ومن أبرزها مقطع فالح الفياض الذي شاهدناه والذي تفاعل عراقيون وأبدوا سخطهم وغضبهم من هذا التصريح. طبعا هذا الفيديو تقريبا يعود إلى عام 2006 و2007، يظهر من يعني جودة أو صور الفيديو إلى تلك السنوات. معنا اتصال أبو أحمد من بريطانيا. أبو أحمد، فالح الفياض الذي هو اليوم يترأس الحشد الشعبي في العراق وكان يعني مسؤول الأمن الوطني، يتحدث إلى مقتدى الصدر ويقول بأن بعض المعتقلين المقاومين للاحتلال الأمريكي في عقيدته يجب قتلهم من السنة، خصصهم طبعا، ويقول هم ليسوا بمقاومين. ما رأيك؟ ما هو رأيي؟ تحية للأستاذ عمر وإلى قناتكم الوطنية. والله مؤلم مؤلم، يعني دا تابع برامجكم. نعم. فعلا بيحس وطني. عفوا. نعم. يعني أنا أبدأ بقول الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة: 8 إذا أهينوا لا يلوموا إلا أنفسهم. واحد من ذول الثمانية من جرب المجرب. يعني ذول كلهم صار 19 سنة جربوا، يعني أنا أجربهم بعد على شنو؟ هاي واحد. ثانيا يعني تدري أنا شقد يتقطع قلبي من أشوف هادي العامري وقاسم الأعرجي وفالح فياض والحكومة، ذول مجرمي حرب، ذول يجب أن يقدموا للمحاكمات، ذول أيديهم ملوثة بدماء العراقيين. شنو سنة؟ شنو شيعة؟ شنو أكراد؟ عيب، أنا عيب أشوف هاي المسميات، عيب. إحنا كليتنا عراقيين، كليتنا عايشين في ظل هذا العراق الجميل العظيم. متى يعني أنا مرات أتألم وأقول صدام حسين، يعني اسمح لي ترى أنا يعني ما أحب أقرأ التصنيفات، أقرأ التصنيفات أستاذ عمر سنة وشيعة وكذا، هاي تصنيفات سياسية مو تصنيفات شعبية.
كن على ثقة الشيعة مو مال حكم أثبتوا يعني سياسيين الشيعة أفهمني يعني أنا مدعش على عامة الشعب يعني أنا ما أقصد عامة الشعب سياسي الشيعة مو للحكم سياسي الشيعة للطوم للبشي يعني هو صدام حسين لو مزعلهم لو مسوينهم مواكب ومزعلهم تمن وقيمة كان ارتاحينا من هاي دوخة الرأس والشتشولات اللي هذه جدي ذولا دمروا العراق صار 19 سنة يعني أبو أحمد بس نعم. حتى نقف للتاريخ يعني الموضوع ليس تم من قيمة يعني هذه الأحزاب كانت موجودة نعم نعم أفهمت لكن حتى يكون مشاهد بالصورة يعني وليس دفاع عن النظام السابق النظام السابق راح بعد لكن هذه أحزاب هذه نعم لا لا أفهمك والله بس حتى نوضح الصورة هذه الأحزاب كانت مع إيران فكرا وكانت بجانب إيران ضد العراق يعني بغض النظر عن النظام السابق أو توجهاته نعم. نعم قاتلوا العراقيين ما قاتلوا نظام سابق دولة يعني النظام السابق هو كان شنو كان الأدوات مات الشعب العراقي فدولة قاتلوا الشعب العراقي يعني أيديهم ملوثة بدماء الشعب العراقي دولة شنو داني ترى جريمة أنا سيبي رت أقول لك سيبي زوج أختي كان أسير جاني خطية جلد وعظم قال أنا ما عذبني إيراني أنا اللي عذبوني كلهم منافقي بدر قال ذول هم اللي عذبوني قالوا شو يسوون كانوا الإيرانيين يراقبون شكل واحد نفسه ديني ما يتحمل ما هاي يجيبوه يعذبوه وراه يقول له تعال تعذب جماعتك هو ذول يصيرون دولة بأزمان هاي يصير دولة يعني حتى بالواقواق ماكو شيء يعني ولو تسمح لي اليوم يعني شوية خارج عن الإطار العام ماتي بس تعلمت من أباو هاي الأشكال تصير وجه تصير واجهة الدولة أو يصيرون أصحابين نفوذ والله جريمة والله جريمة ذول يجب أن يقدمون إلى المحاكم شنو يقتل سني عليه أساس سني ما راقي حرب التغريدات يعني هذا المقطع قديم المقطع قديم يعود تقريبا عمره 15 او 14 سنه ليش هسه طلع هي هاي هسه يريدون يبينون انه يسوون مفاضلات بيناتهم ترى احنا احسن من غيرنا وغيرنا هذا تاريخه وهو كلهم ذولا جربوا لا ينفعوا ان يكونون بالواجهه من جديد يجب ان نتمنى جميعا الى حل الدستور تعطيل الدستور نظام جمهوري واي شخص وطني عراقي حر دون مسميات هو اللي يحكم العراق هو اللي يقود العراق والله ملينا والله ملينا يا سيد عمر وانا اسف جدا اسف اليوم اشكرك اشكرك ابو احمد من بريطانيا كان معنا احمد من المانيا احمد كيف ترى هذه التصريحات وحرب التغريدات بين السياسيين في العراق بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي الكريم هذا الذي ينطق به هذا الإمع فالح الفياض هو منطق جميع هؤلاء المنافقين هذا ليس من بنات أفكاره وإنما هذا متفرع من الإرث الشيعي الإرهابي الشيعي الصفوي أنا أتكلم عن الشيعة الصفوية لديهم في إرثهم المتوارث في كتبهم التي تعج بالكره والحقد على المسلمين وليس على أي جهة أخرى فهو يتكلم بمنطقة وأنت رأيت أن الصدر لم يستنكر ذلك وإنما قال نعم هم واجبوا القتل هذا جزء مما جلبه خميني لعنة الله تعالى عليه وعلى محبيه إلى المنطقة لا يعني معذرة ماشي يعني حتى نبتعد عن السب والشتم واللعن أرجو نكون حضاريين أكثر ونكون على أعلى مستوى تفضل نوعي إخوتنا الشيعة إلى مخاطر ما جلبه لنا خميني وأشكاله هذا واحد الشيء الآخر الآن مثلا أنا أقول لك معلومات موثوقة بأنه الصدر مضطر إلى تأجيل المسيرة المليونية لديه وذلك لخشيته من أن بعد أن استلم تهديد من حامد الخفاف مدير مكتب السيستاني في لندن عن طريق جعفر باقر الصدر بأنه ستخرج فتوى من مكتب السيستاني بأن مقتدى الصدر ضال مضل ويتتبعها فتوى من مكتب الحائري في قم وهذا يعني أن مقتدى سيفقد قاعدته الشعبية لذلك أقول الآن التراشق الإعلامي الموجود ما بين محمد صالح العراقي والكتائب الآن أصبحنا في مرحلة أن غراب يقول لغراب بوتشة كسوة حشل يقول بوتشة نعم. إن شاء الله سبحانه وتعالى فخار يكسر بعضه أنا أطالب الشعب العراقي جميعا أن يخرجوا في المسيرة المليونية متى ما كانت وذلك ليس مساندة يعني برأيك عندما يشاهد اليوم فالح الفياض هذا المقطع القديم واليوم هم يدعون بأنهم من المقاومين للاحتلال الأمريكي وهم من وضعوا أيديهم وهم الذين جلبهم
الاحتلال الأمريكي ضد المقاومين الحقيقيين في ذلك الوقت، يعني هل برأيك هل يعني يتجادل بينه وبين نفسه؟ ألا يقول بأن الشعب هذا يعني الشباب الواعي يعرف جيدا من قاوم الاحتلال الأمريكي؟ أم أنه لا يتساءل مع نفسه؟ لا يمكن تغطية عين الشمس بالغربال أخي، يعلم الجميع والأمر ليس بعيدا قبل 20 سنة، يعلم الجميع من هم كانوا المقاومين، ويعلم الجميع من كان هو المداهن، يعلم الجميع من أفتى بعدم مقاومة المحتل، يعلم الجميع من سلم سلاحه إلى المحتل، يعلم الجميع من استقبل المحتل بالزهور، ويعلم الجميع من أعطى الدماء دفاعا عن الوطن. هذا يعني لا يمكن تغطية عين الشمس بالغربال، ولكن المسألة أين؟ المسألة أنهم يستخدمون سياسة اكذب 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 حتى تصدق نفسك، يعني لا تكذب بتصديق الناس. أخي أنا أقول مسألة العراق لا يمكن أن تدسو سفينته على بر النجاة إن لم نعمل أمرين مهمين، وهي أنه المعممين سنة وشيعة مكانهم الحسينيات والمساجد، والعسكر مكانهم السكنات، هذا الأمر الأول. والآخر معالجة الإرث الإرهابي في الإرث الديني الشيعي والسني، عند ذلك ممكن أن ترسو سفينة العراق إلى بر النجاة. شكرا لك أحمد من ألمانيا، كان معنا ناصر من بغداد، تفضل أخي ناصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. شو أخوي شو صاحبك؟ الله يسلمك، أحييكم على قناة الشريفة المجاهدة. يا أهلا بك، الله يحفظك ويخليك. المشاكل اليومية يعني ما المظاهرات وما هاي، نعم. والله بدعت روح حتى نعم ما هذي هكذا الله زين، وواقع بعض الشعب خطير للتعب زين يوميا. احنا والله اجوا عالم على التعب مش ناطل على المظاهرات وخاف نطعم الشارع، واحد يد لله نعم. ما اعرف والله ما اعرف زين. ناصر اليوم اكو تقرير لموقع بريطاني يتحدث بأن كل هذه التظاهرات اللي موجودة في العراق من قبل التيار الصدري أو من قبل الإطار هو وصول تسريب إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بأنه الحكومة الجديدة التي كان من المفترض أنه يتولاها محمد الشياع السوداني سوف تسيطر على كل مناصب الحكومة وكل الموارد المهمة في الحكومة، من ضمنها النفط، من ضمنها جهاز المخابرات، مكافحة الإرهاب، ولهذا كان ردة فعل من زعيم التيار الصدري لخروج هذه التظاهرات. يوصف التقرير البريطاني بأنها ليست للتغيير وإنما لمصالح شخصية، شلون تشوف أنت؟ والله يا أخوي محمد الدولة أنا استقبلها علي الخامني، وهي وحيد من الإطار ضد الشعب ضد العراق ثلاثين. احنا قلنا بكتر يعني استقبل ويا سيد مقتدى نشوف بكتر نعم خير ماكو خير، بس يقول بكتر الله صار تعبانين ما يفيدونا، تعبين ايران تبعية تعب كل تعبانين نعم. اشكركم وايد. انا اشكرك ناصر من بغداد كان معنا. معنا ام احمد من النجف، تفضلي ام احمد. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. يا اهلا بك، الله يسلمك، الله يحفظك أستاذ عمر. مقدما يعني بصراحة ماكو مسألة اللعن أو السب، كلامكم على عيني وعلى راسي، لكن نعم. إن الله لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم نعم، إلا من ظلم نعم. يعني منو من الناس اللي ما صفقت وما هوست الدولة الشرذمة ما مظلوم، فأنا أعذر لي الطفل أو بالعكس يمكن أنا من الناس أرتاح من أسمع هيجي توصيف عليهم، لأن هذا أقل ما يستحقون. لكن هذا يخالف المعايير ويخالف حتى النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عندي معيار القرآن أستاذ الله، ماشي ماشي أي، ولكن لم يقل سب وطعن، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نعم نعم ولا نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب المشركين، مو القرآن يقول ولا تسبوا المشركين حتى لا يسبوا الله. حالات خاصة، حالات خاصة هذول نعم. تعدوا المشركين وتعدوا اللي ما عنده دين واللي كل من حاط له صنم يصفق لو إذا حكيت وإذا قلت تتهدد تنقتل نعم. فش أتوقع من المنكوب أستاذ عمر الله يخليكم نعم. هسه حتى نبتعد عن هذا هذه الجدلية، نجي على موضوعنا، اعطينا ريد رأيك. موضوعنا انه هذا الفيديو اللي عرضته او ادروني على كلمه
السنة والشيعة هاي الكلمتين اللي نعم. اللي كلش مبتذلات. طبعا هو فالح الفياض هو فالح الفياض لا يمثل الشيعة ولا مثلا السياسي بالعملية السياسية هو السني يمثل السنة بالعراق حتى هو هذا مقصد كلامي نعم. لكنه هذا الفيديو خلي باعوا للسنة الأشراف خلي يشوفون هذول الشغلة اللي هسه قاعد يطبلون لهم ويصفقون لهم قنواتهم خلي يشوفون رد فعل مقتدى على فالح الفياض. ألو وياش أم أحمد أسمعك. العفو أي استاذ نعم. عمر لأن الصوت نعم. أحس شوية ضعف عندي. لا واضح جدا. فخلي تابعون وخلي إذا أكو شريف إن شاء الله أكو أشراف نعم. وخلي دول اللي جاي طبلون خلي شوية يحترمون أنفسهم. أكو قنوات هسه قاعد طلع لمقتدى شوية عن نور محمد زين. هاي شغلة ثانية. هذه العامري مرات يصير جدل هنا بيناتنا إحنا يعني ناس موظفين أو شغلات مجتمعية يقولوا لي ليش تعتبريهم أعداء سواء مقتدى أو جماعة إيران هم كلهم تحت أقدام أسيالهم الإيرانيين نعم. يعني ما ممكن أعتبر هيك نماذج هو جاي يقول أنت عدو إلي وعاش على فتات فضلات السيادة أو مقتدى وجماعة إذا حكيت كلمة حق وبأدب أنت تهددت ويتصلون نعم. بيك أو يجوك للبيت وحاطينهم شلون تردون يعتبرهم دولة يعني أثق بيهم وحتى مو من باب خلينا نقول أصدقاء ما أطرح ثقة بيهم ما ممكن أطرح ثقة بيهم اقتراحي على اللي صفق وعلى اللي هوس ودول هم نفسهم القنوات خلي يجمعون شكرات من هاي الروس العفنة اللي طلعت بهذا سخرية الوقت مقتدى وفالح والمالكي وكلهم خلي يسألهم سؤال واحد من قتل العراقيين من السقوط وإلى الآن من قتلهم إذا قالوا من عروف فأنتوا كلبها أم تكرمون وأضل السبيل مش عدا قاعد على كرسي ولا أنت تعرف فتحمل النتائج ومقتدى اللي يقول أنا ما أريد سلطة وأنا يوما ما قلتها ببرنامجكم نعم. السقوط إحنا كنا جدد على المنطقة فنسمع من كانوا مجتمعون بمسجد الكوفة يقول العنونا إذا رأيتمونا يوما نطالب بكرسي حكم والآن يقول مو على سلطة فأحصل 19 سنة بين ذاك تصريحك وهذا تصريحك هاي 19 سنة أنت سويت بها نعم. شنو اللي انهبته تدرب روحك أنت شقد انهبيت تعرف روحك أنت شقد اختليت نعم. تعرفون لو ما تعرفون عاركم على رؤوس القاصي والداني يعرف عاركم والمصيبة يطلع يحكي لك هو اللي غيره الشعب العراقي وهم أرجع وأقول له هو وأمثاله الله سبحانه وتعالى وصف كلامه والحق بالوعد الغير مكذوب يوما ما طلع وصف كلام نفسه هو مقتدى يوصف كلامه بالوعد الغير مكذوب أقول له لا الله سبحانه وتعالى وعده غير مكذوب وأنتم على الله مؤعزاء والله سبحانه وتعالى إن شاء الله لكم لحظة اللي لا يبطي ولا يذر من عندكم نعم شكراً وأنا وأمثالي وعلى قلاكم أقول أتشفى بكم شكرا أم أحمد من النجف كانت معنا دعونا نذهب إلى ملف آخر وهو يرتبط بالوضع في العراق اغتيال السيد جواد الجزائري في محافظة البصرة تعرض هذا الرجل وهو شخص في منطقة المعقل في محافظة البصرة وهو معروف كما يقول العراقيون على منصات التواصل الاجتماعي بأنه يقوم بحل النزاعات العشائرية ويعمل كوسيط بين المتخاصمين تعرض إلى حادثة اغتيال صفحات التواصل الاجتماعي نشرت مقاطع مسجلة من كاميرات مراقبة ادعوا فيها بأن المغدور تم اغتياله من قبل قيادي في ميليشيا العصاب وهو يدعى سمير غانم الحمداني كما قالوا طبعا والذي يعمل مدير مكتب ميليشيا العصائب في البصرة وبعض المواطنين الآخرين شككوا بهذه الرواية وادعوا بأن الجزائري قتل أثناء محاولته فض نزاع بين عشيرتين فأصابته رصاصة طائشة دعونا نتابع هذه اللقطات التي صورتها كاميرات المراقبة في العراق نعم طبعا هذه الصورة للشخص الذي ادعوا بأنه مع قيس الخزعلي ادعوا بأنه هذا المسؤول عن ميليشيا العصائب في البصرة وهو من قام باغتيال هذا الرجل الجزائري كما يلقب نعم هذه الصورة التي صورتها كاميرات المراقبة أثناء القتل أو الاغتيال وكما أشرنا لكم بأنه نقلنا هنا روايتين كما قال عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي رواية تقول بأن العصائب هي من قتلت ورواية أخرى تقول لا هو الرجل يعمل
بحل المشاكل بين العشائر المتخاصمة، ولكن جاءته رصاصة طائشة وقتلت. وهذا الفيديو طبعا على ما يسمى قناة الجدار نيوز على التليجرام، وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي. هنا تم ملاحقة المقتول وإطلاق الرصاص عليه. نعم، دعونا نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي حول هذا الموضوع على منصات التواصل الاجتماعي. بعض التعليقات، يقول الدكتور أصيل ثابت: أرواح الناس لعبة بيديكم؟ يتساءل، يقول أموال وأعراض وأرواح الناس تم استباحتها، يقول أخزاكم الله في الدنيا والآخرة. أما عماد السراج فيقول: هاي مثل تسريبات المالكي، بس فيديوهات، يعني حرب التسقيط وكشف المستور قائمة بينهم. أحمد شاكر يقول: إخوان، اللي ما يعرف هذا رجل يحل مشاكل عشائر من فصل وعطوة، وأني أعرف إنسان طيب وصاحب أخلاق، انقتل وهو كان في دخل مشكلة بين عشيرتين في منطقة المعقل. هذا يؤكد الرواية الثانية. غيث نزار يقول: هذا من عمامي وكان إنسان كلش فقير وملتزم، ذنب الوحيد إنه راح يصلح بين عشيرتين وكتله. وإذا وكذلك هذا التعليق يؤكد الرواية الثانية. نعم، معنا اتصال أبو علي من بغداد. فضل أبو علي، مرحبا بك أبو علي. أبو علي، عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. جاي أشارك بالبرنامج. تفضل عيني، أنت على الهواء مباشرة. لا تفضلك، رحمة الله على والديك. على حرب، على شلون؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، عيني أسمعك، تفضل. أقول جاي أشارك بالبرنامج عن حرب التسريبات. نعم تفضل. بين الأحزاب مالتنا اللي هسه شوية منتفضة بيناتهم. نعم نعم صديقي، بس استفسار واحد منكم. احنا نريد الشعب العراقي كله يطلع، نعم، سنتها وشيعتها وكراتها، ونخلص من هاي الاحزاب. نعم، ويا تسمعني؟ اسمعك اسمعك. الو، اسمعك ابو علي، عيني اسمعك، دا اقول لك نعم كمل. اريد الشعب العراقي كله يشارك، لا سنة ولا شيعة ولا كراث، هاي قضايا سياسية بيناتهم. نعم، احنا نشتغل عليهم وان شاء الله ايد وحدة ونخلص من يمهم. واذا جبتوها عن مقاومين، الحمد لله والشكر شيعة وسنة قاومة وسوية وناس دعمتنا. نعم، وما اريد شوية طائفية بينات هاي القنوات ما قنوات. نعم، احنا شعب واحد كلنا مسلمين. احنا نعرض مقطع اليوم يتم تداوله بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، على القنوات. ليش طلع اليوم هذا المقطع؟ صار لعمره 15-14 سنة، يعني ناس زع تضرب ناس. آه هو ناس زع تضرب ناس. زين ليش هسه تفتت بيناته مكاتب سياسية؟ نعم، احنا نريد الشعب العراقي لأي هاي الصفحة ولا هاي الصفحة، أو أي قوة خارجية ما لنا شغلة بيها. احنا الشعب العراقي في ما عندنا سياسيين، ما عندنا كفاءات. نعم، من يخليهم؟ مو ذولا. هذا اذا هذا، بس اسمح لي، اذا هذا بهذا اذا فالح. نعم صحيح، انا وياك، لكن اليوم اذا مو اني وسيله اعلام او جريده او ناشط يطلع ويعرض الحقائق، انت وغيرك شلون راح تعرف هذا زين وهذا مو زين؟ مو اي صحيح صحيح. احنا نريد الدعم مالكم ميانا يا كل، احنا ضد الاحزاب هاي. نعم، هاي الاحزاب جابت لنا الويل وقتل. نعم، والسرقه وفقره والشعب، واحنا شعب الحمد لله وشكر غني بكل شيء. وهذا ما نعمل عليه من تاسيس قناه الرافدين في 2006 ولغايه اليوم. ده نعرض واقع العراق ونفضح الفساد والقتل والمجازر. أنا أشكرك أبو علي من بغداد كان معنا. دعونا نذهب إلى محافظة النجف وصور تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي وبالتحديد في ناحية الحرية. طبعا مع استمرار ظاهرة انتشار السلاح في ظل غياب سلطة الدولة، مقطع مصور يظهر سيارات مدنية تحمل مسلحين بكافة أنواع الأسلحة وهم يستعرضون في شوارع ناحية الحرية بالنجف بسبب نزاع عشائري بين عشيرتين. وفي الفيديو تظهر دوريات الشرطة واقفة بجانب الطريق دون تدخل في مشهد أثار السخرية لدى العراقيين على منصات التواصل الاجتماعي. دعونا نتابع.
في الفيديو سيارة الشرطة وهي واقفة على جانب الطريق. دعونا نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي مع هذا المقطع. أبو سيف يقول الله لا يرضى على كل باطل، مو صوتهم، يقول صوت الدولة الفاسدة اللي ما تحاسب المسيء. زياد يقول، زياد القريطي يقول القوات الأمنية بس منبطحة بالشمس، يقول الحمد لله والشكر على فرض القانون، يقول متهكما. أبو حسام العراقي عندما يعم الفساد والمحسوبية ويضعف القانون هكذا تكون النتيجة. سجاد يقول ماكو شيء، دولة ماكو والأحزاب مسيطرة، شنو تشوف غير الفوضى؟ يقول سجاد نعم. نذهب إلى ملف آخر وإلى محافظة البصرة، حيث تظاهر العشرات من المتقاعدين من تربية البصرة أمام بوابة مديرية التربية مطالبين بصرف مستحقاتهم ورواتبهم المتأخرة منذ أكثر من سنة. تفاعل عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي على هذه الفيديوهات والتي انتشرت على موقع فيسبوك، وانتقدوا التعامل الحكومي مع كبار السن من الذين خدموا البلد من المتقاعدين الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن. فلنتابع هذه الصور. أبواب ديوان محافظة البصرة من قبل المتقاعدين لتربية البصرة، سنة ونص بلا راتب. أريد أعرف يا مسؤول يقبل أنه سنة ونص بلا راتب؟ الكل يعلم أنه التقصير في مديرية عامة تربية البصرة، لكن المجاملات والمحسوبيات والمحاصصات السياسية راح ضحيتها المتقاعدين في تربية البصرة. التوقيفات التقاعدية شملت كل دوائر البصرة، لكن لماذا تربية البصرة بالذات؟ ليش؟ هذا سؤال يطرح نفسه. كان مفروض على 25 نائب ممثلين البصرة أن يكون لهم كلمة وفعل أمام مدير هيئة التقاعد العامة، وكذلك كان المفروض هسه مجلس النواب ماكو، مجلس الوزراء موجود، ما قدرتوا 25 نائب. المدير هيئة التقاعد العامة طبعا إيقاف التقاعد مو صحيح، لأن المعلم دافع 10%. إن كان تربية البصرة لم ترسل التوقيفات التقاعدية قيموا دعوة عليه، يا أما تحاسبونه أو تقيلونه. ليش هاي النفس السياسي؟ ليش؟ دعونا نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي مع معاناة المتقاعدين في البصرة الذين تأخرت رواتبهم. أمين الأسد يقول الله لا يوفق كل شخص فاسد بالتربية، ناس كبار بالعمر، ليش هيش وشمس تصمت بيهم؟ جماعة مخليهم بالمصارف حتى تجيهم نسبة. أما صلاح فقال على نقابة المعلمين في البصرة التضامن مع المتقاعدين وتعلن الإضراب العام حتى تلبى حقوق المتقاعدين، فهم ليسوا معنيين بمحاربة الفساد في دوائر التربية، ومن يضمن أن السرقة لم تكرر لتوقيفات السنوات القادمة. أما حامد الجزائري فقال السرقة والفساد درجات، ولكن الحكومة العراقية وأحزابها وصلت إلى أقصى حالات السرقة والنهب والسلب من موظف يدفع التوقيفات التقاعدية طيلة سنين خدمته. حسين اللي شفته اليوم جريمة بمعنى الكلمة، ناس كبار بالسن خدموا وتعبوا واقفين بالشمس لازمين الباب، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، معنا اتصال عبد الرزاق من بابل. مرحبا بك معنا أخي عبد الرزاق، تفضل. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. شلونك دكتور؟ يا أهلا بك، حياك الله. الله يسلمك، الله يحفظك. دكتور، بالنسبة للمعاناة احنا مستمرة وجود هذه الطبقة الفاسدة. نعم. وحسب اللي سمعته من كلامك بأنه المتقاعدين ومعاناتهم. نعم. المعاناة مالتهم يعني السبب وزير المالية اللي اليوم قدم استقالته. نعم. فالرجل يعني اليوم احترف بانه البنك العراقي كان يمول هاي المصارف الاهليه بالمليارات. نعم. لكنه شوف الانسان الفقير ما حد بحاله، يعني هذا مثل هذا المتقاعد اللي هو خدم الدوله. نعم. ويريد يحصل على قوته اليومي
شوفوا جاي يحاربوه. يعني هذه ليش هو الحديث على استقالة وزير المالية علي علاوي، برأيك ليش استقال خاصة بعد حادثة مصرف الرافدين وشركة بوابة عشتار اللي كسبت قضية بالقضاء 600 مليون دولار؟ هل يمكن ربط هذا الأمور لو أكو شيء برأيك؟ دكتور أنا أشوف يعني أكو أسباب من ضمنها هو هذا السبب، بأنه الرجل انتضح أمام الرأي العام ومتستر على كثير من السرقات. لكنه الأمر الآخر هو أشوف يعني وزير المالية يدوي طول لجهة حزبية متنفذة حتى يسكتوها. هذه من ضمن اللي أتوقعها أنا، يعني مو يعني فد تحليل وهذا، لكنه أتوقع هيك يعني عما يدوي وزير المالية إلى جهة سياسية متنفذة حتى يسكتوها ويرضوها. وهذه الفضيحة مال البوابة عشتار، فهم يا دكتور عمر ما بحال المواطن العراقي ولا بحال الأكل الشراب، ما هاي بعيدة عنهم، وهم أهم شيء مصالح مناص. وإلا هسه هذه الصراعات اللي مستمرة من ذاك اليوم من هذا اليوم، والبلد يا حكي مقتدى يا حكي عمار، وكأنما البلد هذا مو بلد تاريخ وبلد حضارة يقوده فلان شخص، يعني مع كلنا عبالك بلد ما بي 40 مليون بس مع الأسف، يعني بين كل من الناس الفاسدة اللي جاي يعني دمر هذا البلد لأغراضها الخاصة، مو لمعاناة ومعاناتك يا دكتور. نعم أنا أشكرك أخي عبد الرزاق من بابل كان معنا. دعونا نذهب إلى انفوجرافيك، حيث سلط قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين اليوم على موضوع هجرة العراقيين من البلاد وتفضيلهم لركوب قوارب الموت مغامرين بأرواحهم وبحياة أطفالهم للتخلص من جحيم الحياة في العراق وللبحث عن مستقبل أفضل لأبنائهم، والكارثة التي أودت بحياة عدد من العراقيين قبالة السواحل اليونانية مؤخرا. فلنتابع. يهربون من الموت إلى الموت ويغامرون بحياتهم وحياة أطفالهم ويركبون البحر بحثا عما هو أفضل، علهم يتخلصون من جحيم بلادهم بعدما كانت بلاد الرافدين ملجأ الهاربين وأمان الخائفين. قبل أيام قليلة أغرق ما لا يقل عن 64 لاجئاً معظمهم من العراقيين بعد انقلاب قاربهم قبالة السواحل اليونانية وأثناء توجههم من تركيا إلى إيطاليا. لا شيء يدفع الإنسان إلى ركوب الموت سوى الهروب من جحيم الحياة، جحيم أوقدته الأحزاب الفاسدة والميليشيات الولائية في العراق منذ عام 2003 وحتى الآن. فلا مستقبل للعراقيين مع تفشي الفساد والغلاء وانعدام فرص العمل ورداءة التعليم وتدني الواقع الصحي، ناهيك عن انفلات السلاح وتورط الأجهزة الأمنية بجرائم القتل. وليست جريمة جسر ديالى وما تكشف عنها قبل أيام سوى مثال صغير عما يعانيه العراقيون من الحكومة الحالية وأجهزتها الأمنية. ليس البحر فقط من يقتل العراقيين أثناء رحلة لجوئهم، فلقد قضى العديد منهم في الغابات وعلى أبواب الحدود الأوروبية. وتقدر مؤسسة القمة المتخصصة بشؤون اللاجئين العراقيين في العراق ومحافظاته الشمالية أعداد العراقيين الذين فقدوا أثناء رحلة لجوئهم بأكثر من 400 عراقي، بينما لا تعلم وزارة الهجرة والمهجرين في الحكومة الحالية عدد اللاجئين العراقيين، وتكتفي بالقول إن أعدادهم كبيرة. نذهب إلى الهاشتاج أعزائي المشاهدين. وسم كاذبون بعد وصف محمد صالح العراقي أو ما يعرف بوزير القائد المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم أمس كتلة صادقون النيابية التابعة لميليشيا العصائب بزعامة قيس الخزعلي بأنهم كاذبون وليسوا صادقين. انتشر وسم على تويتر بعنوان كاذبون. دعونا نتابع بعض التغريدات تحت هذا الوسم. أحمد الحسيني يقول: أفسد عصابة في كل تاريخ التشيع هم كاذبون، من كبيرهم إلى صغيرهم،
تاريخهم ملوث بالطائفية والدماء والفساد وسرقة المنتجات النفطية وتجارة المخدرات. أما سلوى فتقول لو كان قيس صادقا كما يدعي في تغريدته هذه بأنه يسعى لخوض التصعيد ووحدة الصف لوزعها على أتباعه على شكل تعميم سري، لكن مجرد الجهر بها هو تصعيد آخر واستفزاز جديد، إذ يصور نفسه المسالم الحريص على الأخوة والآخرون مثيرون للفتنة. عدي يقول نقطة مهمة لم يذكرها وزير القائد، قتل 1500 رجل من أهل السنة ثأرا لمقتل أخيه، يقول عدي. أما خالد فيقول انتظر أسبوع أو أسبوعين إلى ما بعد الاتفاق النووي الإيراني وبعدها يحل كل شيء. وإلى هنا أعزائي المشاهدين وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.